معنا عبر الهاتف سعادة النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية السابق في مجلس النواب. وأستاذ مصطفى، أول شيء مساء الخير. مساء الخير لك محمد وبيوسف زملاء النواب. طيب سؤالنا لو سمحت سعادتك، موضوع الائتلافات النيابية في النظام الداخلي لمجلس النواب، هل نص النظام الداخلي أو تحدث عن الائتلافات النيابية، وهل هناك أي عقوبات للائتلاف النيابي؟ هل يسجل في الأمانة العامة؟ كل هذه النقاط حول الائتلافات أنت كرمت تشرح لنا إياها. شفت من النظام الداخلي الجديد الذي أصبح ناكبا خلال هذه الدورة، جاء ليوقف ويؤسس للائتلافات النيابية من خلال الكتل البرلمانية اللي نص عليها، وجاء النص واضحا في أحد سطور النظام الداخلي على التسجيلات النيابية، الائتلافات والتسجيلات النيابية. وهذا ما رده في واقع أن هو تأسيس لعمل برلماني حقيقي من خلاله نسعى إلى أن يكون هنالك توافق ما بين الكتل البرلمانية بحد ذاتها والكتل الأخرى التي تتوافق في الرؤى والأفكار والأهداف، وهي تشكيل مجموعات ضغط واضحة لتحقيق أهداف هذا التكتل أو هذا الائتلاف البرلماني من خلال توافق فكري معين، من خلال اتفاق على اهداف ورؤى واضحه. طبعا تعكس واقع هذه الكتل، وايضا تعكس عمق ادراكها للمرحله السياسيه الخطيره التي يمر بها الاردن وتمر بها المنطقه العربيه. يعني الائتلافات تسجل او تسجل؟ سؤالي دكتور مصطفى انت كرم. الائتلافات تسجل، والاصل في الائتلافات انها قياسا على الكتل البرلمانيه تسجل بفعل بها الامان العامه. نعم. لا تسجل في نفس السجل الموجود عليه في التشكيلات او في الكتل البرلمانيه، وانما تعلم بها الامان العامه كائتلاف برلماني بين كتلتين او اكثر، وهذا ما نص عليه النظام الصحيح. نعم، بدي أشكرك كل الشكر دكتور مصطفى على هذا التوضيح.